واليوم غادي نقدم لكم نصائح مفيده باش تعلموا كيفاش ترسموا بطريقه صحيحه. واجدين يلا نبداو. اذا كيفما كتعرفوا كلنا عندنا اصدقاء مقربين لنا، كذلك بالنسبه للرسام، رسام الصديق المقرب ليه هو المقلمه ديالو، لانها كتوفر على الادوات اللازمه اللي كيحتاج. الى كنتم محبي الرسم اكيد ان المقلمه غتكون بين الاصدقاء ديالكم. غادي تعرفوا على الادوات اللازمه واللي خصها تكون عندنا ديما في المقلمه ديالنا، من بينهم قلم الرصاص، ممحل، منجره، مسطره، لاصق، مقص، وطبيعه الحال الالوان. الالوان كاين اصناف كثيره من الالوان متواجده في المكتبات، من بينهم أقلام ملونة، ألوان مائية بحال هذا الشكل هذا، وألوان الشم حتى هي. أنا جبت لكم بعض الأصناف، طبيعة الحال ماشي ضروري يكون عندكم جميع الأصناف، ولكن واحد الصنف من هاد الأصناف هادو اللي غادي تقدروا تلونوا بهم الرسومات ديالكم. عندنا الورق، اللي ما نساوش الورق مهم جدا اللي كنرسمو فيه، كذلك الاوراق. الا ما توفروش عندكم هذا النوع ديال الورق هذا اللي هو ورق رسم، ممكن انكم ترسموا في واحد الدفتر الا كان عندكم، ماشي مشكل. الاهم هو ان الرسومات ديالكم تبقى في مكان واحد، ماشي كل مره ترسموا تنزلوا في جهه، باش الرسومات ديالكم كتبقاو محافظين عليهم دائما، وكتقدروا تعرفوا كيفاش الرسم ديالكم تطور. متفاهمين؟ اذا دابا بغينا نرسمو مثلا عندنا صوره ولا اي حاجه بغينا نعاودو نرسمو عليها، كيفاش غادي نرسمو وشنو هي الطريقه البسيطه باش نرسمو؟ كلنا كنعرفو بلي ان كاين اشكال هندسيه، وهاد الاشكال الهندسيه كثيره، ولكن حنا عندنا اشكال اللي كنعرفوهم دائما وكنستعملوهم، من بينهم هاد الشكل هذا اللي هو المستطيل واللي كلنا كنعرفوه. كاين مربع، عندنا مثلث، كاين معين، نصف دائره، دائره، واشكال اخرى اللي متواجده غادي تشوفوها ان شاء الله في الحلقات القادمه. اذا قبل ما نبدا الرسم ديالي كنشوف الصوره شنو هما الاشكال الهندسيه اللي عندي في الصوره ديالي، وكنتعرف عليهم، ومنه كنقدر نرسم اي حاجه شفتها حدايا، كان حيوان، كان جماد، كان فاكهه، او اي حاجه بغيتو ترسموها. ما تنساوش ترسموا شي حاجه وتصيفطوها لي في التعليقات اللي كاين تحت الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتعملوا جيم، وان شاء الله نتلاقاو في الحلقه